أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الطاولة المستديرة. تشهد منطقة شمال شرق سوريا توترا متصاعدا بين موسكو وواشنطن، حيث تتكرر مشاهد توقيف الدوريات الروسية والأمريكية، فيما قالت مصادر أن القوات الروسية استخدمت منظومة دفاع صاروخية متطورة لقاعدتها في القامشلي. بدوره يزور المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري جيمس جيفري المنطقة في الأيام القليلة المقبلة، في وقت أرجأت فيه موسكو إرسال موفدها بهدف طرح ورقة تفاهمات جديدة للتفاوض بين مكونات الإدارة الذاتية ودمشق لما بعد زيارة جيفري. ويتوقع أن يلتقي جيفري شمال شرقي سوريا قادة أحزاب الحركة السياسية الكردية، ويسعى إلى حل خلافاتها ووجهاء عشائر عربية وشخصيات وأحزاب أشورية مسيحية، إلى جانب ممثلين عن مكونات المنطقة. وللحديث عن موضوع حلقة الليلة يسعدني أن أرحب بضيوفي معي من بيروت الأستاذ خورشيد دلي خبير في الشأن الكردي والتركي، ومن برلين الأستاذ عبد المسيح الشامي منسق العلاقات الألمانية العربية بالبرلمان الألماني، ومن بيروت أيضا دكتور خالد عزيز أستاذ العلاقات الدولية وخبير في الشأن الروسي والأوروبي. ضيوفي الكرام ومشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في الطاولة المستديرة. لو أبدأ سؤال المحور الأول أو سؤال أول من حضرتك أستاذ خورشيد دلي، الآن هناك توتر متزايد بين الدوريات الروسية والأمريكية في شمال شرق سوريا، لو سألتك الأسباب الكامنة وراء هذا التوتر أستاذ خورشيد. مساء الخير أستاذ وعد لك ولضيوفك ولمشاهدي قناة اليوم. أعتقد هناك محاولة روسية كبيرة للاستفادة من مرحلة ما بعد قرار ترامب بسحب الجزئي للقوات الأمريكية من شرقي الفرات، وبعد عملية العدوان التركي المعروف بنبع السلام. الروسي وجد في هذه العمليتين الكبيرتين ما يسمح له بتوسيع نفوذه في مناطق شرق الفرات، وهو عندما يفعل ذلك يعتقد أن قواعد اللعبة قد تغيرت وأن لديه الكثير من الأوراق لوضع اللاعب الأمريكي تحت حالة ضغط سياسي وعسكري ودبلوماسي لإجباره على الانسحاب من سوريا. وهو لذلك نجد تارة اتهامات بأنه يستخدم النفط السوري بطريقة مشبوهة، ومن ثم اتهامات بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تقسيم سوريا وإقامة دولة كردية، وأخرى بأن الولايات المتحدة لا تحارب داعش كما ينبغي، بل توجه اتهامات حتى لقوات سوريا الديمقراطية قصد، كما سمعنا من وزير الخارجية الروسي لافروف بأن هي تهرب عناصر داعش مقابل الأموال، على الأرض تعزز قواتها من جهة، تقيم الآن قاعدة عسكرية بمنظومة جوية صاروخية متطورة في مطار قامشلي، وتحاول أيضا الوصول إلى معبر سيمالكا الذي يشكل عصب كمعبر وعصب للحركة والتنقلات وإدخال الأسلحة والمعدات. بالتالي حقيقة نحن بتنا أمام وضع معقد على شكل اشتباك بين القوات الأمريكية والروسية على الأرض، وكل طرف يحاول تعزيز نفوذه، وكل طرف يحاول فرض أجندته على أرض الواقع، وهو ما يرشح الأمر لزيادة الاحتكاكات في المرحلة المقبلة، وربما لحصول صدام بينهما في لحظة معينة. ولا سيما أنا لا أعتقد أن الطرف الأمريكي في النهاية سيسلم بالاستراتيجية الروسية التي يحاول بوتين وضع بصمته وتشكيل قصة نجاح روسية في سوريا. نعم سيد عبد المسيح الشامي، بعد استماعنا إلى ما تفضل به الأستاذ خورشيد دلي، حقيقة يبقى السؤال الآن، وكأنه في هذه المرحلة هناك ترتيب أوراق للعبة جديدة لعبها هذه المرة بشكل رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية والروس، والطاولة هي شمال شرق سوريا أو بوصلتها الإدارة الذاتية. برأيكم هل سيتطور الأمر إلى حالة تصادم أو اشتباك عسكري مباشر بين الدولتين على الأراضي السورية؟ أستاذ عبد المسيح الشامي. مساء الخير
بداية لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. لا أعتقد أن هنالك يعني احتمال أن يصل الأمر إلى حد الصدام المباشر بين الأمريكي وبين الروسي، ولكن دعني أختلف مع ضيفك من بيروت حول ما تفضل به حول الدور الروسي والدور الأمريكي، ولكن يعني في الحقيقة يعني لا يمكن تقديم الدور الأمريكي اليوم في شمال سوريا على أنه حمامة سلام وعلى أنه دور يعني إيجابي في إطار الحرب في سوريا، ولا يمكن أيضا شيطنة الدور الروسي في هذه القضية. أعتقد أن أمريكا اليوم تحتل أراضي سوريا، تسرق وبشكل مباشر وعلني وبوقاحة واضحة النفط السوري، ويعني تجهر بهذا الأمر بشكل علني وتقول أنها تحتاج هذا النفط، علما أن هذا النفط هو للشعب السوري ككل وليس لأمريكا ولا حتى لفصيل من يعني الشعب السوري. وبالتالي أعتقد أن اليوم الوضع في الشمال وضع مأزوم الذي تسبب بهذه الأزمة، والذي يعتقد أنه يزرع كل أسباب الصراع والتوتر في شمال سوريا. في شمال سوريا هو أمريكا بالنتيجة، هي تحتل أراضي، هي تسرق ثروات، هي تقوم أيضا بتسليح مجموعة ضد مجموعة من الشعب السوري، وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر يلعب دور سلبي جدا في هذا التصعيد. الدور الروسي طبعا روسيا لها مصالح، يعني نحن لا نتكلم أيضا اليوم عن ملائكة في سوريا، ولكن سوريا بشكل أو بآخر أعتقد أنها استفادت من الدور السوري، وأن الروسي والدور الروسي بشكل أو بآخر هو فعلا رافض للتواجد الأمريكي، ولكن من باب أنا أعتقد حتى الآن مصلحة سوريا. يعني أعتقد أن الدور الروسي حتى الآن كان إيجابي لصالح السوريين ككل. ربما يعني هنالك فريق يقيس الموقف الروسي أنه ليس مناسب له، لا يصب في خانة مصالحه، ولكن أعتقد أن القضية في مصلحة السوريين ككل، وهذه هذا فارق كبير بين الدورين، الدور الروسي والدور الأمريكي. ولكن فيما يتعلق بموضوع التصعيد وإمكانية الوصول إلى تصادم مشترك، أعتقد أن يعني بين الأمريكي وبين الروسي، أعتقد أن القضية لا يمكن أن تصل إلى هذا الحد. القضية قضية لعبة مصالح، والأمريكان والروس أعتقد أنهم يعني يعرفون تماما الخطوط الحمراء. لكل من الدولتين مصالح في هذه المنطقة، ولكل دولة طريقة وأسلوب في التعاطي في تحقيق مصالحه، ولكن أعتقد أن لا أمريكا ولا روسيا في وارد أن تدخل في حرب عالمية كبرى، مما يمكن أن تنتجه هذا هكذا حرب من كوارث طبيعية على البلدين وعلى المنطقة ككل. وأعتقد أن لا روسيا ولا أمريكا اليوم في وارد تحمل نتائج هكذا حرب، هي لعبة أوراق في المنطقة، لعبة شد أصابع في المنطقة، ولكن لا أعتقد أن القضية يمكن أن تصل إلى حد مواجهة مباشرة. نعم، أوجه لك ضيفي من بيروت دكتور خالد عزيز. مساء الخير أولا، تحية لك دكتور خالد. مساء الخير لك ولضيوفك ولمشاهدي القناة والعاملين. أهلا بك دكتور خالد. الآن من وجهة نظرك، المعطيات العسكرية والاستراتيجية للدول أو الاستراتيجية القائمة في شمال السوري وطبيعة التداخلات بين القوى الإقليمية وبين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في شمال شرق سوريا. يعني يجب أن نقول بكل معنى الكلمة بأن هناك احتلالات فعلية لسوريا، هي احتلالات دولية متمثلة بأمريكا والاحتلال الروسي، بالإضافة إلى احتلالين تركي وإيراني، ناسيك عن الاحتلال الدائم هو الإسرائيلي. وبالتالي اللاعبين الموجودين على الأرض هم من يقررون، وبالتالي أصبحنا بعيدي كل البعد عما تمثله الأطراف الداخلية، لأنها أصبحت أوراق تجاذب بيد القوى التي تلعب في الملعب السوري. اليوم هي المعركة التالية على منطقة يعني المنطقة الشمالية التي أسميت بالمنطقة الاقتصادية، خاصة أن روسيا باحتلالها وبقصفها وبتهجيرها للشعب السوري يعني
ما فعلته لم تفعله أي دولة حتى يعني هتلر في احتلاله للاتحاد السوفيتي. بقيت هذه المنطقة هي منطقة غير مجنية للروس اقتصاديا، لأن الصراع الفعلي هو في المنطقة الاقتصادية بحيث تواجد النفط وأبار البترول. ومن هنا المنطقة الاقتصادية هي يعني تعني منافع دولية وخاصة لروسيا، لأنها تريد السيطرة على هذه المنطقة، وهي تعلم جيدا أنها لا تستطيع تعبئة القرار الذي يمكن أن يكون بظل الوجود الأمريكي. روسيا لعبت دور خبيث جدا بمحاولة إدخال والموافقة على إدخال تركيا على المناطق الإدارة الذاتية، طمعا منها بأنها تستطيع انتزاعها من تركيا وضم الإدارة التركية الإدارة الذاتية إلى النظام السوري، وهي بذلك تحاول أن تعلن نصرا عسكريا لتوظفه سياسيا. روسيا حتى اليوم منذ 4 سنوات لم تستطع توظيف القنابل والصواريخ والقدرات العسكرية في نصر سياسي يمكن الاستفادة، سوى فقط بدعوة بشار الأسد إلى القاعدة واعتباره ضيف في سوريا يعني من قبل الرئيس بوتين، وهذا يعني بأنها لا تزال لا تستطيع التفاوض على سوريا طالما لو يوجد هناك جندي واحد موجود من قبل القوات الأمريكية، لأن روسيا تعلم جيدا أن الصراع مع أمريكا هو ليس لمصلحتها، لأن هي تقدم بالأساس أوراق اعتمادها للإدارة الأمريكية من أجل يعني تلجين سوريا كامل للدولة الروسية. وبالتالي كل ما نراه من تجاذب على الأرض هو إعلان نوع من يعني العنجهية الروسية بأنها هي موجودة في سوريا وتستطيع أن تتحدى الأمريكان وأن تقيم مهبط جديد في الحسكة لطائرات الهليكوبتر وتسير دوريات في مناطق الإدارة الذاتية، وهي تعمل وتطالب بأن تخرج قوات الاحتلال الأمريكي من هذه المنطقة باعتبارها هي قوة سلام وهي قوة يعني مرضى عنها شعبيا. يعني روسيا شاهدنا نقطة يعني كثير يعني وضعها غير قادر على أنها تستلم كل سوريا، لأنها تعاني من مشاكل كثيرة، أولها هي عدم الرغبة الشعبية بوجود هذا الاحتلال، وبالتالي ربما الأمريكان هم فعليا حاجة باتت في معادلة جديدة لمن يعتبر أن هناك احتلال روسي، هناك وجود للقاعدة والنصرة، هناك وجود احتلال إيراني وميليشيات يعني للولاء الحشد الشعبي، هناك قوة لحزب الله، وبالتالي هناك من يرى بهذه القوة البسيطة تعمل في معادلة استراتيجية هي لا تستطيع أن أحد أن يواجهه، هي تمرح وتسرح في مناطق الجزيرة، وهذا روسيا ما تعرفه جيدا لأنها لا تستطيع مواجهة أمريكا، ليس بل أن تخوض حرب ضد أمريكا. طيب أستاذ خورشيد دلي، يعني انطلاقا من ما تفضل به الدكتور خالد، حقيقة هناك من يقول بأن كل ما حدث من متغيرات على هذه الجغرافيا كانت بإدارة أمريكية من خلال اتخاذ قرار الانسحاب ومن ثم الاستدارة. أستاذ خورشيد، أستاذ وعد، دعني فقط تعليق بسيط على ما تفضل به ضيفك عبد المسيح. أستاذ عبد المسيح، أنا لم أقل أن أمريكا حمامة سلام ولا روسيا هي شيطان كما قال. ما أقوله أن الدولتين هما كبيرتين تتحكمان بالعديد من القضايا والمصائر في العالم، وللأسف جزء من المشكلة أصبحت في منطقة شرق فرات وكأنها قارة عظمى وهناك صراع دولي عليه، ولذلك نجد الروسي والتركي والإيراني والأمريكي
وكأن هناك ساحة احتكاك لحرب لتحضير لشيء ما. أنا باعتقادي أولا جوابا على سؤالك، لا يمكن النظر إلى السياسة الأمريكية وكأن هناك قرار أمريكي واحد. نحن أمام مسارين للأسف، هناك القرار رئيس ترامب الذي لا يمكن تعويل عليه والذي قد يقول الشيء ونقيضه، ولذلك وجدنا خلال الفترة الماضية أربك حتى القوات الأمريكية عندما صدر قرارات بسحب هذه القوات ومن ثم يتم التراجع عنها من خلال القوى الضاغطة في الولايات المتحدة. وهناك سياسة دعنا نقول مؤسسات الدولة العميقة في أمريكا، البنتاغون والكونغرس وحتى الاستخبارات، والذين نجحوا في إفشال قرار ترامب بالانسحاب من سوريا كما كان قرره ترامب. وبالتالي من هنا أيضا أقول أن احتمالات الصدام ليست بمعنى أكيدة ولكن يجب عدم استبعادها. لماذا؟ لأولا عندما الروس الآن هم يظهرون بموقع الهجوم الدبلوماسي والسياسي والميداني على الوجود الأمريكي في سوريا، هذا الأمريكي الآن يتطلب منه أما أن يستجيب للضغط الروسي وبالتالي أن ينسحب ويترك الساحة للاعب الروسي الذي يريد كما قلت تسجيل قصة نجاح كاملة في سوريا، وأما أن الجهات الأمريكية التي ترفض الإذعان أو الاستجابة للطلب الروسي، وهنا ما يجب أن نشهده ما يجري الآن على الأرض عندما الدوريات الأمريكية الآن باتت تنتظر الدوريات الروسية على الأرض لتمنعها من التوغل أو السيطرة على بعض المناطق، هذا بالتأكيد قرار. يجب أيضا ربط هذا الموضوع بمسألتين مهمتين. المسألة الأولى أن مرحلة ما بعد قتل سليماني في العراق بالنسبة للولايات المتحدة هناك تحدي وجود قواتها، ولذلك وجدنا رفض أمريكي ولو دبلوماسي لطلب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بالانسحاب من العراق. وبالنسبة للولايات المتحدة سوريا والعراق هي ساحة واحدة، وبالتالي إذا ما لم تستجب الولايات المتحدة للضغط الروسي بالانسحاب فبالتأكيد على الأرض احتمال الصدام قائم. أيضا حتى الرئيس ترامب ورغم تصريحاته الانتخابية السابقة بسحب هذه القوات، هو الآن في الداخل الأمريكي متهم بنوع من التواصل الغير المشروع والعمل لصالح سياسات روسيا وبوتين تحديدا. وهو عندما وفي ظل هذه الاتهامات لا أعتقد أن ترامب سيأخذ قرارا بالانسحاب. وبالتالي أمام هذا القرار الأمريكي وأمام الزحف الروسي الذي يأخذ استراتيجية متعددة ومتداخلة تارة بالتفاهم مع التركي في احتلال أو توغل في المناطق وإقامة احتلال تحت عناوين منطقة آمنة، أخرى بإقامة قواعد عسكرية ثالثة بالانتشار في المناطق التي كانت تتواجد فيها القوات الأمريكية، والأهم الآن بمحاولة سحب أهم النقاط الحساسة من يد الأمريكي عندما يريد أن يصل إلى رميلان الحقول النفطية برمزيتها السياسية والعسكرية، عندما يريد السيطرة على معبر سليمالكا وهو يعني قطع الحدود أمام الجانب الأمريكي من هناك. وبالتالي يجب عدم استبعاد المواجهة، وفي النهاية الطرفان يعني يقاتلان من أجل مصالحهما ومن أجل استراتيجيتهما وليس من أجل عيون أحد من الشعب السوري. صحيح. والشعب السوري للأسف هناك انقسام، قد من يجد في الدور الروسي كما تحدث الأستاذ عبد المسيح بمعنى استراتيجية قد تكون إجماع، لا هناك أطراف أخرى تعارض هذا الاستراتيجية، وأيضا الأمريكي هناك ربما شبه حتى إجماع بأن هذه القوات هي قوات احتلال وبالتالي غير مرغوب فيها. وبالتالي هذا الانقسام حاصل في المجتمع السوري، يجب أن نقر به كي نتوصل إلى صيغة موحدة للشعب السوري في كيفية التعامل مع هذا الوجود أولا، وكيفية التوصل إلى حلول سياسية للقضايا الوطنية السورية. نعم سيد عبد المسيح، يعني وكأن هذه الحقبة تذكرنا بحقبة الحرب الباردة وسياسة شفير الهاوية أن صحت التسمية هنا بين الروس والأمريكان، يعني يبدو وكأنه كل حدا حاطط إيده على قلبه وناطر الثاني ليبلش الطلقة الأولى. سيد عبد المسيح،
طبعا يعني انا ربما اختلف مع الاخوه الضيوف بكثير من التفاصيل حول تقييم الادوار، وخصوصا ربما ضيفك السيد عزيز اعتقد انه ذهب بعيدا في تقييم في يعني اولا تقديس الدور الامريكي وفي شيطنه كما قلت الدور الروسي، واستغرب هذا البعد حقيقه. يعني لا اعتقد ان اليوم يعني يوجد هنالك اثنان يختلفان على الدور الامريكي، اليوم اعتقد ان امريكا هي الدوله الوحيده التي خذلت الاداره الذاتيه، وهي التي سلمت الاكراد الى الفك المفترس التركي مرارا وتكرارا، وقضيه الانسحاب واللعب بالادوار بين الكونغرس وبين الرئيس وبين الرئاسه الامريكيه اعتقد انها كانت خيانه عظمى، لا ادري لماذا لم يستشعر بها حتى الان الاخوه في الاداره الذاتيه بان امريكا لا يمكن ان تكون حليف نزيه، بل هي تتعامل مع هذه المنطقه ومع المكون الكردي كحطب محرقه فقط لا غير. هم انسحبوا في وقت محدد عندما اشتد الموقف واشتد يعني وقرعت طبول الحرب تجاه الأكراد من قبل تركيا، وهي تعطي إعازة الأتراك كما فعلت في عفرين للدخول ولقتل ولذبح الإخوة الأكراد في شمال سوريا، والتعاطي مع الإدارة الذاتية على أنها يعني كيان منفصل وسياسة منفصلة وليس لها علاقة بسوريا. أنا أعتقد أن الموقف من النظام السوري ومن الرئيس الأسد أيا كان هذا الموقف كلنا نعترض وكلنا لا تعجبنا، لا يعجبنا النظام ولا حتى سياسات الرئيس الأسد، ولكن هذا لا يبرر أن يكون هنالك يعني حس انفصالي بشكل أو بآخر وانعزال كامل عن السياسة السورية والتعامل والتعاطي مع هذا المكون على أنه وهذه المنطقة على أنها خارج الجغرافيا السورية. هذا من جهة. بالنسبة للحرب الباردة أعتقد القضية اليوم هنالك معادلات مدنية فرضت وموجودة على أرض الواقع، اليوم نحن في مرحلة تعدد الأخطاء، لم تعد أمريكا تلك الدولة التي كانت قبل 2011 ولم تعد روسيا كذلك، هنالك اليوم معادلة قوى أصبحت واضحة، هنالك معركة استمرت 10 سنوات، وأعتقد أنها بشكل أو بآخر ولو لم يكن بنسب 100% ولكن أعتقد بنسبة كبيرة جدا هنالك منتصر ومهزوم في هذه المعركة. أمريكا اليوم تحاصر بزاوية صغيرة شمال سوريا بعدما كانت تراهن على أن تكون الجغرافيا السورية كلها تحت سيطرتها اليوم، وهذا لم يكن ليحدث لولا القوى العسكرية وحتى السياسية الروسية المستجدة والتي بنت نفسها من جديد وعادت إلى الساحة بقوة، وبالتالي هنالك معادلة فعلا كما تفضلت أستاذ وعد من التوازن الاستراتيجي التي تشبه إلى حد كبير قضية أو يعني مرحلة الحرب الباردة. لا يستطيع الحرب الباردة معناها أن هذه الدول لا ترغب ولا تستطيع ولا يمكن لها أن تدخل بحرب ساخنة، بحرب ملتهبة، بحرب عسكرية حقيقية لما يمكن أن تجلبها هذه الحرب من كوارث على الطرفين وعلى العالم. اليوم هنالك خطوط حمراء في العالم وهي الدخول في حرب عالمية شاملة، هذا أمر غير وارد. هنالك اليوم حروب أو أجيال جديدة من الحروب، الجيل ربما الرابع ما كسر الكلام عنه حروب بالوكالة، وهذا ما تعتمده كل الدول اليوم، إضافة إلى أن طبيعة الحراك السياسي وطبيعة الحروب قد تغيرت، لم تعد حروب عسكرية بالمطلق، الحروب الأساسية هي حروب اقتصادية. نجد أن هذه الدول حتى أمريكا وروسيا تتفق بملفات وتختلف في ملفات أخرى، لا يمكن أن نقول أن اليوم أمريكا وروسيا أعداء بالمعنى الحقيقي للكلمة كما كانوا في فترة الحرب الباردة. هنالك ملفات يختلفون عليها في سوريا، ولكن هنالك ملفات تتفقون عليها في أماكن أخرى، وبالتالي القضية لا يمكن أن تصل إلى حد المواجهة العسكرية. ليس هنالك مصلحة للبلدين في الدخول في هذه المعركة، ولا أعتقد أن شعوب المنطقة أيضا بحاجة لهذه المعركة، لأنها سوف تأتي على الجميع وسوف لن يكون هنالك ناجي. ولذلك أتمنى على الجميع أن لا يراهن على حرب أمريكية روسية، لأن لا الأمريكي يمكن أن يدخل بحرب مع روسيا من أجل أحد، ولا حتى الروسي يمكن أن يدخل بحرب عسكرية مع أمريكا أيضا من أجل نصرة أي طرف في هذه المنطقة. سيد عبد المسيح، نعم حضرتك صلت هي مجرد أدوات لا أكثر ولا أقل. صلت نقطة في غاية الأهمية، موضوع تقاطع الأمريكي الروسي في الجغرافيا السورية. بدوري سأسأل هذا السؤال
من ضيفي من بيروت دكتور خالد عزيز. لو تحدثنا عن التقاطعات الأمريكية الروسية في شمال وشرق سوريا على وجه الخصوص، من الواضح بأنه مبدئيا هناك اتفاق لإبعاد الدور الإقليمي عن الملف السوري. تفضل دكتور خالد. يعني طبعا منذ أن أدخل الروس الأمريكي أدخل الروس إلى سوريا لتخليصهم من يعني الأزمة الذي يجب أن كانوا يصفوها الأمريكان، ولكن أعطوا للروس هذا الدور وهذا دور وسخ. لبست روسيا هذا القميص في 2015 بأيلول أواخر أيلول ودخلت إلى سوريا تحت شروط أمريكية كانت واضحة، وكان الجو اليوناني هو الذي فتح للروس. الروس ليس قوة عظمى ولا تستطيع أن تخوض حرب، هي تستطيع أن تضرب بصواريخ من الجو وعلى الأرض، هناك لا تستطيع تسكير المنطقة، هي تلعب على الهوامش وعلى نوع من الصراعات بين القوى والإثنيات والدول المجاورة. وروسيا تعرف حدودها منذ اليوم اللي دخلت إلى سوريا، وهناك تقاطع كان موجود على ثلاثة نقاط. أهم هذه النقاط كان تأمين حماية إسرائيل، وهذا ما فعلته وحمت إسرائيل روسيا من الجنوب السوري، ويوميا تقصف سوريا بواسطة الطائرات ويقصف الحشد الشعبي وإيران وكل المقاتلات السورية والمطارات، وروسيا تعطي المجال وسنرد في المكان المناسب والزمان المناسب، هذا المقولة التي يقولها النظام منذ سنة 70. النقطة الثانية هي محاصرة الإرهاب وضرب الإرهاب، وبالتالي هذا مطلب أمريكي، وهذا الإرهاب اتفقوا عليه على أن يضرب الإرهاب السني، ومن ثم بدأت إسرائيل تضرب الإرهاب الشيعي. النقطة الثالثة هي تأمين مناطق النفط و عدم تسليمه لأي من القوى الإرهابية، وهذا يعني عندما عملت على تموضع هناك كان اتفاق أمريكي روسي تركي على الدخول إلى منطقة شرق الفرات، وبالتالي هذا الاتفاق كان مرعيا بغير مباشر إسرائيليا، ربما ظهر ضحيته الأكراد والسوريين وبعض القوى حتى الذي تم تأليفهم من جيش يعني إسلامي تحت رعاية التركية، أدخلنا في حرب وجرح مفتوح ما بين الأكراد والسوريين لم يغلق سريعا، وبالتالي حولوا القضايا الصغيرة إلى قضايا كبرى في المناطق، تهجير وتغيير ديموغرافيا. وهذه النقطة يعني ثلاث نقاط كانت تديرها تنسيق واضح في غرفة عمليات مشتركة ما بين الجيش الأمريكي وما بين الجيش الروسي الذي يرسم هذه الحدود. بالطبع ليست حرب باردة، نحن نعلم أن الحرب اليوم هي حرب اقتصادية، وروسيا مفتوح عليها عديد من الملفات، وفي قلب روسيا هي تخضع لعقوبات اقتصادية ولا تستطيع أن تشتري برغي لمصلحة النفط، ونحن نعرف الأزمة الاقتصادية التي تعاني بها روسيا جراء الضغط الأمريكي. الحرب الباردة انتهت، وربما يمكن أن نلفت النظر إلى عملية اغتيال سليماني الذي انطلق من سوريا، وهناك وضوح للمخابرات الروسية والسورية ويعرفوا كيف حطت هذه الطائرة وبأي وقت ومن توجه، وربما هذا التقاطع كذلك، لأننا نعلم جيدا كيف فجأة سقط الرئيس بوتين في سوريا وحاول أن يعطي أوامر بأننا موجودون، وهذا يعني عدم الدخول في أي رد، وهذا بالأساس كان لمحاصرة الدور الإيراني في سوريا عبر عدم استخدام النفط في هذه المنطقة. وبالتالي روسيا يعني لا داعي للنقاش على كون أن هناك قوتين عظمتين تتحاربان على الأرض السورية لتحسين ملفاتهما. المشكلة الأساسية روسيا تحاول حسم الملف السوري من أجل تقديم أوراق اعتمادها
المفاوض أو الإمبراطور الأمريكي، لأنها روسيا تعلم جيدا أنها ليس على نفس المستوى، ربما تحاول الاستفادة من هذا النصر كما أشرت، النصر العسكري وتوظيفه سياسيا بمصلحتها من أجل فتح ملفات أخرى تنطلق من فنزويلا إلى كوريا إلى أوكرانيا إلى سوريا إلى ليبيا، وبالتالي هي لم تستطع تفكير أي ملف. والنقطة الأساسية يجب أن نعلم بها أن روسيا لم تعد تستطيع البقاء طويلا دون توظيف هذا الملف، لأنها ستتحول بالنهاية إلى مستنقع ينقلب عليها، وهي لا تريد أن تكرر تجربة أفغانستان جديدة. نعم أستاذ خورشيد، يبقى السؤال، كونك حضرتك مختص بالشأن الكردي والتركي، الآن بين هذه المناكفة والمناوشة الأمريكية الروسية في شمال شرق سوريا بالتحديد في مناطق الإدارة الذاتية، أين يقف التركي في ظل هذه الأجواء برأيكم؟ أنا اعتقادي ما زال التركي يمارس لعبة الرهان والاستفادة من الطرفين الروسي والأمريكي. تركيا يجب أن لا ننسى في أي دقيقة أنها دولة في الحلف الأطلسي، وأن العلاقة مع الغرب بشقيه الأوروبي والأمريكي مهم جدا رغم الخلافات الموجودة حول العديد من الملفات أو الهجمات الإعلامية التي نشهدها متبادلة، ولكن في النهاية بالنسبة للتركي يبقى الحليف الأمريكي مهم. في ذات السياق العلاقة الروسية التركية تتقدم بشكل كبير، وأصبح كلما قام أردوغان بتفجير مشكلة أو حرب هنا وكأن بوتين أصبح الإطفائي له ويهرع لمحاولة الإطفاء وأخذ الصفقات منه مقابل ذلك. التركي بالتأكيد الآن يراقب ما يجري في منطقة شرق الفرات، وهو بنفس الوقت يعمل على مسارين، الأول قد الروسي يستخدم التركي للتصويب على الوجود الأمريكي في تلك المنطقة عندما يتعلق الأمر بالكرد والإدارة الذاتية هناك، نظرا لأن التركي بالنسبة لهم هو القضاء على هذه الإدارة وإحداث فيها تشكيل سياسي جديد، وعندما يتعلق الأمر بالأمريكي أيضا التركي يحاول أن ينسق معه ودفع قوة جديدة إلى ساحة المشهد كي تزيد من أوراق ضغطها ونفوذها في الأزمة السورية. وبالتالي ضمن هذه الصراعات المتداخلة دعنا نقول أن رغم كل التفاهمات التي تجري بين الدول الكبرى والدول الأقليمية، ولكن الوضع على الأرض لا يعني إمكانية عدم حصول صدام، وعندما أتحدث عن الصدام لا أتحدث بحرب شاملة بين روسيا وأمريكا كما الأستاذ عبد المسيح حاول، القضية ليست حرب شاملة بين الطرفين، القضية هناك بقعة جغرافية صغيرة، هذه البقعة الآن تتصارع فيها كل هذه القوى سياسيا وعسكريا وبل أمنيا، عندما يحاول كل طرف الآن الرهان على المكونات في تلك المنطقة، ولا سيما وكأن هناك حرب الآن على استمالة القبائل العربية ومحاولة استخدامها في وجه هذا الطرف أو ذاك. ضمن هذه السياقات ومحاولة الروسي الظهور بمظهر القادر على تغيير قواعد اللعبة ومحاولة التوسع والسيطرة مقابل الأمريكي الآن الذي ليس لديه خيار، أما أن يقبل بهذا الهجوم الروسي وأما أن يصطدم معه على الأرض، تبقى احتمالات الصدام والمواجهة موجودة ولو بشكل محدود، لأن كل طرف الآن يريد أن يثبت أنه يتمسك بقواعد اللعبة، وعندما يحاول الطرف أن يكون هذه اللعبة تحت سيطرته بالكامل ويسجل قصة نجاح له لتعزيز أوراقه في هذه القضية السياسية ولو خارج سوريا، فبالتالي احتمالات الصدام المحدودة أنا لا أستبعدها، ولا سيما أن في الجانب الأمريكي هناك طرف أمريكي لا يقبل بأن يجد نفسه دعنا نقول مهزوما أمام قصة انتصار روسية يريد الرئيس بوتين استكمالها في سوريا. النقطة الخطيرة هنا وأود أن أوجه الإنذار إليها هي الشعب السوري بمكوناته المختلفة في تلك المنطقة من كرد ومن عرب ومن تركمان ومن أشور، أن لا يصبحوا وقود في هذه الصراعات وأن تكون بوصلتهم هو التوجه نحو الحلول السياسية وليس التخندق لصالح هذه الأجندة أو تلك، نظرا لأنهم ربما كما حتى قال أنه هناك محاولات الحرب بالوكالة
دماء السوريين ستكون ضحية لها، ولذلك عليهم أن يكونوا يقظين من هذه المحاولات الخطيرة ومحاولة البحث عن تعايش والسلم الاجتماعي والحوار السياسي، لأن يكون في حروب الدول الكبرى التي تحارب من أجل مصالحها ومشاريعها الاستراتيجية. نعم، يعني هناك أسئلة كثيرة وحضرتك عرجت على مسألة في غاية الأهمية، إن شاء الله يكون معي وقت أسألك بما يتعلق بزيارة جيمس جيفري ومن ثم وفد روسي أيضا إلى هذه المنطقة. سيد عبد المسيح الشامي، الآن خارطة شمال شرق سوريا هناك يعني بشكل واضح حمى تنافسية حول الاستيلاء على موارد الطاقة في هذه المنطقة، يعني برأيكم من باب أولى هنا النصح لكل السوريين بشكل أو بآخر لتجنب أي كارثة كما قال السيد خورشيد دلي، وبالتحديد لمكونات هذه المنطقة سيد عبد المسيح؟ تماما، لا أنا فيما تفضل به الأستاذ خورشيد أنا معه تماما، ربما يعني أختلف بعض التفصيل كما قلت في موضوع الصدام معه، رغم أنه أوضح أن القضية ليست صدام عسكري، وهذا يعني في هذا السياق طبعا أتفق معه، وأتفق معه في الدعوة فعلا لكل مكونات الشمال السوري لكي يعني يتخذوا يعني أو يتعظوا مما جرى في الماضي، وأن لا يكونوا وقود وأن لا يكونوا أدوات صراع يستعملها الغير على أراضينا لإشعال حروبهم لكي يصلوا إلى أهداف يعني تصب بالنهاية. طيب في هذه النقطة سيد عبد المسيح، عذرا لمقاطعتك، ولكن في هذه النقطة كان هناك طلب واضح وصريح، يعني منذ دقائق الحلقة الأولى حضرتك عرجت على مسألة دائما الإدارة الذاتية تؤكد عكسها تماما، موضوع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية ومحاربة ومقارعة الإرهاب، وراعي الإرهاب هنا أتحدث عن تركيا. كان هناك مطلب حقيقي جوهري واضح وصريح بالخط العريض مفاده الإدارة الذاتية تدعي إلى حوار شامل مع دمشق وبضمانة روسية، لماذا تتأخر روسيا في هذه الجزئية برأيكم؟ أنا سأكون واضح في هذه القضية، يعني هذا سؤال مهم جدا وأعتقد أنه يطرح كثيرا في من قبل الأخوة في الإدارة الذاتية، و أنا ربما يعني حضرت بعض اللقاءات هنا وكان ربما هذا السؤال من أوائل الأسئلة التي طرحت. في الحقيقة يعني هذا وجهته لكثير حتى من الأطراف الروسية بحكم يعني ربما بعض النشاطات المرتبطة مع بعض الفعاليات الروسية. الروس حتى الآن لديهم أيضا مخاوفهم من الموقف في الإدارة، من مواقف الأخوة في الإدارة الذاتية. هم يعتبرون أن الولاء مطلق من قبل الإدارة الذاتية للإدارة الأمريكية، وهنالك تنسيق كبير ورفض تام لأي دور روسي ولأي دور روسي في هذه القضية السورية عفوا، وبالتالي هم حتى الآن لا يجدون أن هنالك عوامل يمكن أن تبني أواصل الثقة بينه وبين الإدارة الذاتية، لدرجة أن هنالك فعلا تخوف من الدور، تخوف من أن يكون حتى هنالك تغلغل أو ربما دور خفي لأي نقاش ولأي طرح يمكن أن يأتي من قبل الإدارة الذاتية. هذه هي ربما مخاوف مطروحة، يعني أنا لا أتبنى هذه المواقف بشكل واضح، ولكن أنا أنقل لك ما أسمعه حقيقة، يعني هذه رؤية نسمعها في دمشق ونسمعها أيضا في موسكو، ولذلك أعتقد أن هنالك دور وواجب من قبل الطرفين. أنا لا أقول أن هذا الأمر موجه فقط للإدارة الذاتية، من قبل الطرفين الروس والسوريين من جهة والإدارة الذاتية من جهة، لكي يبنوا عوامل للثقة المتبادلة بينهما، وأن يكون هنالك حوار حقيقي بين الطرفين. وأعتقد أن التجربة عندما اليوم هجم التركي بالماضي القريب إلى شمال سوريا تخلت عنهم أمريكا ولم يكن هنالك من ملاذ سوى سوريا، وحتى الدور الروسي الذي كان راعي وكان داعم للموقف السوري في دعم الأكراد وفي أيضا الدفاع عن هذه المناطق كمناطق سورية، وبالتالي هنالك الكثير من العوامل التي يمكن أن تقرب وجهات النظر وأن يكون هنالك مشروع مشترك بين الطرفين، وبالتالي يجب العمل على هذا الأمر بهذا الاتجاه، وأن يكون هنالك فعلا سعي حسيس بين من قبل الطرفين لبناء جسور الثقة بينهما. هذه نقطة. أما فيما يتعلق ببعض القضايا، هنالك ربما أيضا مغالطات حدثت أيضا في تقييم بعض الأدوار.
يعني أنا أختلف تماما مع الدكتور خالد فيما تفضل به فيما يتعلق به. أنا هنا لا أريد أن أظهر بموقف المدافع عن الروس. نحن هنا في نقاش ربما عن الدور الروسي وعن الصراع الروسي الأمريكي، وبالطرين لذلك أن نبين ربما طبيعة الأدوار بشكل منطقي وبشكل حيادي. عندما نتكلم أن روسيا اليوم واجبها الأول أو يعني أهم أهداف دخولها إلى سوريا هو حماية إسرائيل، لا أدري إذا كان يعرف، وهو يجب أن يكون يعرف في لبنان، أن القطاع الجنوبي في سوريا، وسوريا مقسومة إلى قطاعين، قطاع شمالي وقطاع جنوبي. القطاع الجنوبي والذي يشمل كل جنوب سوريا تسيطر عليه إيران والميليشيات الإيرانية في سوريا والميليشيات التي تأتي من لبنان أيضا إلى سوريا. وبالتالي القضية من يحمي ربما الحدود، لا أعتقد أن روسيا ولا روسيا لها اليوم أي تواجد في الجنوب السوري، كما هو الحال تماما في الجنوب اللبناني الذي لا نسمع به ابدا ان يعني احد من المقاومه اليوم يرمي بصاروخ الا في حال الرد، يعني وهذه استراتيجيه معروفه في لبنان وفي اماكن اخرى. وبالتالي هذه نقطه. من جهه اخرى يعني لا يمكن التصوير ان اليوم هنالك حرب اقتصاديه من قبل امريكا على روسيا وان روسيا لا تستطيع شراء برغي كما تفضل، وبنفس الوقت تقول أن الأمريكي هو الذي أدخل الروسي إلى سوريا. يعني اليوم لا أعتقد، يعني لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لعاقل اليوم أن يفهم قضية أن دول كبرى اليوم تعطي مساحات وتعطي سلطات وتعطي قوى وتعطي أماكن استراتيجية إلى دول منافسة لها وتعطيها الصلاحيات كاملة في استثمار ثروات هذه الدول وفي فرض قوتها وسلطتها على هذه الدول. ويعني أعتقد هنالك تناقض. من جهة نقول أن اليوم هنالك أن أمريكا لا تريد أن تسمح لروسيا في الدخول إلى شمال سوريا، وفي أنها يعني اليوم أن هنالك صراع حقيقي ويمكن طيب. أن يصل إلى حرب. وفي نفس الوقت نقول أن اليوم أمريكا هي التي أدخلت روسيا إلى طيب. إلى, إلى, إلى سوريا. أصبح من يجب أن يكون هنالك دقة في التعاطي مع هذا طيب. وموضوعية في تقييم دور كل طيب. دولة من هذه الدول. أصبح من الضروري في مكان أن أخذ تعقيب منك دكتور خالد على ما سلط عليه الضوء السيد عبد المسيح الشامي، تفضل. أنا عندي شيء خفيف لأنه في صعوبة الاتصال كما يبدو عندكم، وحاولت نفس عن بعض النقاط وكان الأستاذ عبد المسيح يحاول أن يتعود في المنفذ الفعلي لسوريا هو النظام الروسي. طبعا هو ممكن من نظام بشار الأسد فقط لأنه هو من عوله أكثر في هذا الوقت، ولكن هو لن يستطيع إنقاذ سوريا، وهذا الشيء بات ملموسا لأن روسيا باتت في سوريا شبه عاجزة عن طرح أو إنضاج حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها بالوقت التي تعيش سوريا ضمن عدة احتلالات. لا يمكن أن نقول عن سوريا منحدة طالما هناك قوى متواجدة ولها استطاعات ومناطق وتفرض فيها ميليشياتها وحدودها، وبالتالي الروسي يحاول أن يعني يشدد على أن يوضح انتصاره العسكري الذي صنعه بواسطة الطائرات الجوية والصواريخ العابرة للمناطق والمصالحات التي تم شراؤها وليس الدخول في معارك كبيرة. هذا ما يعجز عنه في مناطق إدلب ويثبت له العديد من الأسلام بغض النظر من هناك يقاس، لأن هناك تقاطع مصالح بينه وبين التركي، وهذا يعني بأن الروس سيستطيعون فرض حل سياسي بين أم أبينا طالما أن هذا الحل لم يرضي واشنطن ولم يتم الاتفاق عليه مع واشنطن. ما الدليل على ذلك؟ جلسة أستانا وخصوصها عدم يعني الوصول إلى حل في الدائمة السورية التي قاطعت عليها موسكو حوالي سنتين، وبالتالي انتهى دورها وأين مقامها. بالإضافة إلى نقطة مهمة، روسيا تحاول أن تستجدي واشنطن والدول العربية في عملية إعادة إعمار سوريا وأوروبا من خلال القول أن تعالوا نعمل تعالوا نسوي،
روسيا ستحاول الاستحواذ على 90% من هذه المصاري التي فرضت يعني لتأليف عدد أعمار سورية لتشغيل شركاتها والاستفادة منها وحل مشاكلها الاقتصادية على ظهر الأعمار السورية. وبالتالي هي عاجزة أن تعمل، الدولة الكبيرة تستطيع أن تعمل. وهناك لقاء كان في منذ سنة ونصف بين بولتن وباتشف كانوا في سويسرا ودار هذا الحديث بينهما على قصة الأعمار. فقال بكل صراحة الذي هدم يأتي ليعمر، عليكم أن تعمروا أنتم، روسيا دولة تستطيع أن تدمر لا تستطيع أن تنفش أو تعمر. حقيقة دكتور خالد هذه الفراغات الموجودة مرة بالتصالح مع الأتراك، مرة بالاستواء الميليشيات الشيعية المتطرفة، مرة بالمصالحات، مرة بحماية الأسد. طيب. ومن هنا هذا الحديث لا يعول عليه بأن ينتج حل سياسي. أي سياسي يجب الجلوس على طاولة المفاوضات وأن تكون المفاوضة السياسية السورية والمولاة السورية هي على طاولة التفاوض وليس تركيا وإيران وروسيا. القاتل يقتل ويمشي في الجنازة. طيب. وبالتالي يعني عبد المسيح أخونا تباكى على الأكراد والإدارة الذاتية ومن محرومين من التنفيذ حتى في لجنة الدستور. كيف صحيح كانت يعني حضرتك عرشت على نقطة في غاية الأهمية دكتور خالد إن كنت تسمعني. الأكراد هو النظام السوري. النظام السوري الذي تعامل دكتور خالد تسمعني كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. من هنا يعني دكتور خالد تسمعني دكتور خالد هناك رداءة في الصوت وأنا شارفت على انتهاء من الحلقة والوقت داهمنا. إن كنت تسمعني دكتور خالد للأسف هناك مشكلة في الصوت الآن. بضل معي دقيقتين بدي أخذ منك جواب ولو مقتطب أستاذ خورشيد دلي حول الزيارة المتوقعة لجيمس جيفري إلى شمال وشرق سوريا. ما المتوقع منها؟ هل هي جاءت نتيجة هذه المناكفات بين الروس والأمريكان ولحشد مكونات هذه المنطقة للوقوف على قرار 2254 وموضوع اللجنة الدستورية أم ماذا؟ بدقيقة لو سمحت أستاذ خورشيد. يعني أولا جيفري لا أعتقد جاء بشأن المناوشات التي تحدث الآن بين القوات الأمريكية والروسية في المنطقة. هو جاء ربما بمشروع سياسي في محاولة تشكيل ربما مرجعية سياسية من القوى الموجودة في تلك المنطقة، وتحديدا محاولة بين الائتلاف وربما الإدارة الذاتية والأحزاب الكردية في محاولة للتوصل إلى صيغة أو هيكلة أو لنوع من التسوية. نقطة فقط بأقل من دقيقة، أنا لا أعتقد من الصواب ظهور الإدارة الذاتية، وهنا أنا لست ناطقا باسم الإدارة أو أتحدث باسمها، إنما وكأنها أسيرة للطرف الأمريكي فقط وبسبب ذلك غير قادر أو غير جاهزة على الحوار مع الحكومة السياسية مع الحكومة السورية. أعتقد يجب أن نتجاوز هذا التصور الضيق للأمر. الإدارة الذاتية أعلنت مرارا استعدادها للحوار وكل يوم نسمع تصريحات قادتها ومسؤولتها. لذلك أنا أعتقد الأمر بحاجة إلى أولا رغبة حقيقية، إلى إرادة لدى الطرفين، والأهم الدور الروسي الآن. هل هو دور جدي؟ هل الروسي مستعد للذهاب إلى فعلا تلمس حقيقة المطالب أو دعنا نقول التصورات لدى الطرفين والتوصل إلى صيغة، أم أن الروسيا تريد ربما بصيغة محددة تطلع لمصالحها فقط في إطار مناكفتها مع الولايات المتحدة أولا ومن ثم في أخذ البعد التركي في هذا الأمر؟ أنا أقول أن الحوار بين الإدارة ودمشق ضروري جدا وبحاجة التوصل إلى صيغة حقيقية، لأن مثل هذا الأمر أولا يحفظ وحدة البلاد والتعايش الاجتماعي ومن ثم يقوي جبهة الداخل السوري في مواجهة العدوان التركي واحتلاله لمناطق سورية شاسعة وواسعة وبالتالي إخراجه منه. نعم سيد عبد المسيح شامي، في نفس الجزئية هناك زيارة لوفد روسي ولكن تم تأجيلها إلى ما بعد زيارة جيمس جيفري بدقيقة ونص. يعني لماذا هذا التأجيل؟ هل هو تبادل أدوار أم ماذا؟ أو توزيع أدوار؟ بدقيقة ونص. يعني طبعا بغض النظر لا أعتقد أن القضية قضية تبادل أدوار. أعتقد أن القضية قضية معادلات موجودة على الأرض. هنالك اليوم معادلات سياسية قائمة في 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 أروقة السياسة وهي بشكل أو بآخر يعني تشهد
شد كبير جدا وهي مرتبطة بالميدان، وبالتالي أعتقد أن القضية لها علاقة بملفات مختلفة وتنتظر بشكل أو بآخر حسم كثير من القضايا العالقة والتي باتت ربما حساسة جدا لدرجة أن أي تحرك يمكن أن ينعكس بشكل كبير جدا على كثير من تفاصيل الحل السياسي أو ربما التفاوض على طاولة المفاوضات إن كان هنا أو هناك. وبالتالي ولكن يجب أن ننتبه إلى أن القضية في سوريا، الحرب في سوريا ليست حرب منعزلة عما يجري في الإقليم وحتى في العالم. أحيانا يكون هنالك تأجيل وهنالك رغبة حقيقية في بقاء الأمور على ما هي عليه لكي ربما يحسموا ملفات أخرى في أماكن أخرى. نعم صح. خليني أختم، أنا ضل معي دقيقة ونص بختم مع الدكتور خالد عزيز. دكتور خالد عزيز بدقيقة ونص، الآن بين زيارة جيمس جيفري وإرجاء موسكو لوفدها الذي سيتحدث عن طرح ورقة تفاهم بين الإدارة الذاتية ودمشق، إلى أين ستمضي الأمور ومآلاته؟ تفضل دكتور خالد بدقيقة ونص. يعني الخيارات الدبلوماسية هي عادية بروتوكولية وبالتالي لا يعول عليها. يمكن تختصر الخطة بثلاث نقاط أساسية يجب التركيز عليها. أولاً يجب محاصرة التواجد الإيراني في منطقة الجزيرة تحديدا وإخراجه نهائيا من هذه المنطقة. النقطة الثانية، يجب العمل مع الدول العربية على أساس أن تكون عامل أساسي في كدح الوجود والتطرف التركي والإيراني في سوريا وأخذ دورها بالسياسة أولا، وإلا تكون إيران وتركيا هي من تقرر مستقبل سوريا. النقطة الثالثة، يجب على روسيا أن تمعن جيدا أنها فشلت طوال المدة الفائتة في تعويض نظام الأسد وإنضاج حل سياسي يرضي به صقور الكرملين. عليها أن تذهب لردع الصدع الموجود والقتل الموجود في سوريا عبر حل هذه المشكلة وفقا للقرارات المؤتمر جنيف في عودة اللاجئين والانتخابات السياسية. اسمح لي أن أشكرك ضيفي من بيروت دكتور خالد، تجاوزت أنا الوقت المخصص، اسمح لي أن أنهي حلقة الليلة. كان معي من بيروت دكتور خالد عزيز، أستاذ العلاقات الدولية وخبير في الشأن الروسي والأوروبي. شكرا جزيلا لك على كل إضاءات، والشكر لك أيضا ضيفي من برلين السيد عبد المسيح الشامي منسق العلاقات الألمانية العربية بالبرلمان الألماني على كل الكلام القيم الذي أغنيت به الطاولة المستديرة، وشكر موصول لك ضيفي من بيروت الأستاذ خورشيد دلي خبير في الشأن الكردي والتركي على تلبية الدعوة وعلى كل الكلام القيم الذي أغنيت وأضاءت به الطاولة المستديرة لليلة. وشكرا عظيم لكم مشاهدين على طيب وحسن وكرم متابعة، دمتم بخير، إلى اللقاء.